متواصلين معاه، وده برضو من نجوم اللقاء لم يكن النجم الاول في اللقاء كابترون. اكيد طبعا. اوكي طيب، على صفحتنا تواصل كبير جدا جدا، هنقرا بعد شويه كابتن حماده على تواصلنا على صفحتنا على الفيسبوك، يعني ملعب الاهلي تواصل شديد جدا. عندك جاهز دلوقتي؟ يلا كابتن اسامه خليك معايا كده عشان انت لابس نظاره. طب هاتها هنا. هي مصطفى ليندمان مخطط الاحمال هو نجم اللقاء، مصطفى محمود ليندمان طبعا له دور كبير جدا. عمرو بيقول وليد سليمان، حماده وليد سليمان كان مميز جدا يا كابتن، لكن اظهره سجل هدف وانقذ هدف مؤكد يبقى يستاهل رجل المباراه. امير سليم وليد سليمان لابسه تيشيرت الاهلي و100 100. حماده تاني اظهره اكيد وانت احسن اعلامي في مصر، والله دي حاجات صغيره بقى ما بصش ليها يعني، ولاعيبه الاهلي كانوا رجاله. عثمان الفريق، عثمان الفريق كله بصراحه كابتن، حتى التغييرات اللي عملها المدرب ومخطط الاحمال والحارس كله 100 100. محمود مجدي وليد سليمان رجل المباراه وبيلعب بروح الفانيلا الحمراء وافريقيا، اهلي الاهلي فوق الجميع رغم انف مش عايزين نكمل بقى مش مشكله يعني الحاجات دي انا كويسين. ايه يعني طب ادينا شويه كمان يا ابني في الناحيه. طيب كابتن حماده، عمرو السليمان